راديو نيل. واحنا طبعا في شهر 6 عايزين نتفق ان ثورة 30 يونيو هي مش مجرد يوم بنحتفل فيه بذكرى مهمة جدا انقذت مصر والمصريين من خطر التقسيم والحرب الاهلية وغيرها من الكوارث اللي شفناها ولسه بنشوفها في بلاد كتير حوالينا، لكن كمان كانت البوابة اللي عبرنا من خلالها وقدرنا من خلالها ان احنا نقدم احلام ومشاريع عظيمة رجعت بالنفع على البلد، ومحتاجين لايام كتيرة كمان عشان نقدر ان احنا نحصر ولو جزء منها، لانها اعظم واهم من انها تتقال في حلقة. اول مشروع هنتكلم عنه النهارده هو مشروع الصحه اللي بتعتبر من اهم واغلى نعم ربنا علينا، وجات لنا 30/6 معاها مبادرات صحيه كتير عشان تحافظ على صحه اجساد المصريين وتكافح اخطر الامراض اللي بتهددها. من اهمها كانت مبادره 100 مليون صحه اللي اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم من خلالها تحليل ل 40 مليون شخص لحد ما تم القضاء على فيروس سي خلال 7 شهور بس. وقال الدكتور هارفي جيمس مكتشف فيروس سي إن مصر لازم تفتخر بإنجاز القضاء على فيروس سي، ووصف الحملة اللي واجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها في مصر بإنها نموذج لازم يتطبق في بلدان العالم كلها. وقدرت مبادرة 100 مليون صحة إن هي تحقق الرعاية الصحية الشاملة لكل المواطنين، وأصبحت مصر بتمتلك نظام صحي قوي بيضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين. كل لحظة طبعا ومصر حرة وقوية ومنتصرة على كل أعدائها جوه مصر وبره مصر، وشعبها الطيب بخير وفي أتم صحة وفي أحسن حال.